وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العلمي. بعد التحية، لو تحدثنا عن الرؤى والمواقف الثابتة بين البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. توافق الرؤى السعودية البحرينية هي يعني معروفة من قدم الزمن، وخاصة نتحدث هنا عن إطار الجولة الخليجية التي يجريها سمو الأمير الآن محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة البحرين الشقيقة. يعني على سبيل المثال اقتصاديا تتوافق الرؤى تماما. المنتدى أصحاب الأعمال البحرين السعودي معروف، ملف التعاون الاقتصادي من الملفات الهامة بين البلدين الشقيقين. أيضا يمكن نتذكر أن في 21 ديسمبر 2010 أطلقت شركة المدفوعات الخليجية بنجاح المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي. هناك توافق في الرؤى في حجم التبادل التجاري، هناك توافق في الرؤى في مزايا الاستثمار، وأيضا في فعاليات أعمال منتدى أصحاب الأعمال البحرين السعودي تحت شعار كما تعلمون فرص التكامل الاقتصادي. هناك شيء جديد يعني في الأفق، وهي انطلاق فرص التكامل الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين. لابد أن نذكر هنا ولا ننسى بتاتا أن مملكة البحرين الشقيقة هي الشريك التجاري الثاني للمملكة العربية السعودية بين دول الخليج، والثاني عشر بين دول العالم. فمن ناحية الأرقام، حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين وصل إلى 7.2 مليار دولار. الصادرات البحرينية فقط منها 60%. هناك توافق رؤى تتجلى في عدة نواحي أخرى: خط نبيب النفط الجديد، مشاريع وزارة الدفاع. توافق الرؤى أيضا كما ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم أنه جرى توقيع 4 اتفاقيات مع البحرين، إضافة إلى 65 مبادرة أوصى بها المجلس التنسيقي يعني بين المنامة والرياض. فكل هذه تدل على توافق الرؤى سواء سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. نعم. وطبعا هي خطوة هامة في طريق الاتحاد، لأن احنا نهدف إلى تحقيق التكامل الثنائي. نعم، تمنياتنا لهذه العلاقات الوطيدة بدوام الازدهار. من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك.